شهر يمضي على اندلاع الحرب بين إسرائيل وبين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والتي بدأت في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس على الداخل الإسرائيلي. في صباح السبت الموافق 7 أكتوبر استيقظت إسرائيل على دوي صافرات الإنذار في المناطق الجنوبية والوسطى بعد تعرض تلك المناطق لهجوم صاروخي، ليعلن الجيش الإسرائيلي بعدها اقتحام عناصر من حماس لبلدات إسرائيلية وسقوط مئات القتلى والجرحى واحتجاز رهائن. بحلول اليوم التالي أعلنت إسرائيل رسميا أنها في حالة حرب، واستدعت 360 ألفا من جنود الاحتياط، والهدف هو القضاء على حماس. في اليوم ذاته خرجت الولايات المتحدة لتعلن دعمها الكامل لإسرائيل، ويوجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتحريك مجموعة حاملات طائرات الهجومية جيرالد فورد إلى شرق المتوسط، ثم يعزز هذه الخطوة بعد أيام بإرسال حاملة الطائرات أيزنهاور. وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت أمر بفرض حصار كامل على القطاع وقطع الكهرباء عنه ومنع الوقود والغذاء من الدخول من إسرائيل. بعدها بدأ سلاح الجو الإسرائيلي بشن غارات غير مسبوقة باستهداف كافة مناطق قطاع غزة، ما أدى إلى دمار هائل في البنايات السكنية والخدمية والجامعات والمدارس والمستشفيات ومقار المنظمات الإغاثية. دول غربية سارعت لإجلاء رعاياها من إسرائيل بالتزامن مع استمرار استهداف حماس لبلدات إسرائيلية بالصواريخ، فيما أعلنت العديد من شركات الطيران تعليق رحلاتها إلى إسرائيل. في اليوم 13 بدأت عملية نزوح واسعة لسكان المناطق الشمالية في قطاع غزة باتجاه جنوب القطاع، إلا أن قصفا إسرائيليا استهدف سياراتهم رغم التحذير الإسرائيلي الذي منحهم مهلة 24 ساعة، وأكد لهم فيه أنه لن يتم استهدافهم. في 17 أكتوبر سقط مئات القتلى والجرحى في قصف لمستشفى الأهلي المعمداني وسط مدينة غزة، والذي كان يستخدم أيضا لإيواء آلاف السكان النازحين، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحماس الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك القصف. الرئيس الأمريكي جو بايدن توجه لإسرائيل في 18 أكتوبر للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي وإظهار كامل الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها ضد حماس. الغارات الإسرائيلية تواصلت على قطاع غزة، وتم استهداف محيط المستشفيات التي تؤوي الآلاف من الجرحى والنازحين، ما زاد الأوضاع سوءا في القطاع بعد خروج أكثر من 16 مستشفى من الخدمة ورفض إسرائيل إدخال الوقود. أكثر من 30 يوما مضت وما زالت راح الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حامية الوطيس. الجيش الإسرائيلي فصل شمال قطاع غزة عن باقي المناطق المحاصرة بالقطاع وأمطره بوابل من الضربات ليفسح المجال على ما يبدو لقواته البرية بالتوغل في الجيوب السكانية المكدسة في مدينة غزة. بعد مرور شهر تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 10,000 وفقا لوزارة الصحة بالقطاع، كما قتل أكثر من 140 فلسطينيا بالضفة الغربية. وتكبد الجيش الإسرائيلي أكثر من 30 جنديا منذ دخوله البري، ليضاف إلى نحو 1,400 قتلوا حتى أيام قليلة بعد هجوم عناصر حماس في 7 أكتوبر. وتحولت المواجهات من التراشق عن بعد إلى حرب شوارع. وقال قادة عسكريون إسرائيليون إنهم انتهوا من تطويق غزة وفصل معاقل حماس في الشمال عن الجنوب، وقصفوا خلال الليلة الماضية 450 هدفا للحركة، وتم الاستيلاء على مجمع لحماس بالشمال. الضربات الإسرائيلية لم تتوقف على المستشفيات التي خرج ما يقرب من 16 منها من الخدمة تماما، بينما يعاني نحو 13 باقية من نقص شديد في المستلزمات والوقود. وتعرض مجمع الشفاء الطبي وهو المستشفى الرئيسي في غزة لضربات إسرائيلية، مما أسفر عن مقتل عدد من النازحين الذين سكنوا أسطحه، ودمرت الألواح الشمسية التي يعتمد عليها المستشفى في توليد الكهرباء.
وما زالت إسرائيل تصر على منع دخول الوقود إلى غزة في الوقت الذي يواجه فيه القطاع شحا في الغذاء والدواء والمياه، إلى جانب انقطاع الكهرباء والتوقف المتكرر للاتصالات. وتطالب إسرائيل بتسليم الرهائن المحتجزين لدى حماس والذين يقدر عددهم بنحو 240، فيما تطالب حماس بإطلاق سراح 6000 أسير محتجزين في السجون الإسرائيلية. وقالت إسرائيل إنها أطلقت أكثر من 10000 قنبلة وصاروخ في غزة، فيما قدر مسؤولون من القطاع أن الضربات أدت إلى تدمير أكثر من نصف المنشآت السكنية في غزة ونحو 50000 مبنى في جميع أنحاء القطاع. للحديث أكثر ينضم لنا من الناصرة المحلل السياسي السيد وديع عواودة من حيفا، الكاتب والمحلل السياسي يؤاب شتيرن، ومن ولاية فرجينيا الأمريكية السيد لورنس ويلكرسون كبير موظفي وزارة الخارجية الأمريكية الأسبق. ضيوف الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية، وأبدأ مع السيد يؤاب شتيرن. ما الذي تحقق بعد 30 يوم من هذه الحرب سيد يؤاب، ومن وجهة نظرك إلى متى يمكن أن تستمر؟ نعم، أولا مساء الخير لك للضيوف الكرام للمشاهدين. أعتقد أن حركة حماس لديها عدة مكاسب في هذه الحرب. أولا توحيد صفوف الإسرائيليين، الإسرائيليين الآن لديهم وحدة صف، إيد واحدة ضد الإرهاب. كل من كان قبل ذلك ينتقد الحكومة أو ينتقد المعارضة الآن يدعم العمليات العسكرية. ثانيا، مكسب ثاني لحركة حماس وقوف الدول الغربية إلى جانب إسرائيل ودعم مستمر، ضوء أخضر لإسرائيل تقوم ما تشاء تقريبا في قطاع غزة. نقطة ثالثة، مكسب ثالث لحماس إنه الدول الخليجية العربية يعني في أغلبها تقف إلى جانب إسرائيل أيضا في صمت معين، إدانات نعم، ولكن ليس ما هو أكثر من ذلك. على الميدان حركة حماس استطاعت أن تجلب الكثير من الازدهار لقطاع غزة التي نراه على شاشتكم. بالفعل مظاهر التي تحظى يجب أن تحظى يعني بشعور بالانتصار، وأيضا على ميدان وجود جنود الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة. الجيش الإسرائيلي يحارب، لكن ما الذي حققه الجانب الإسرائيلي إلى الآن سيد يؤاب من وجهة نظرك؟ نعم، الجانب الإسرائيلي فهم أن هذه الحكومة هي أسوأ حكومة في تاريخ دولة إسرائيل، حكومة فاشلة. ميدانيا أثبتت إسرائيل أنها قادرة على الدخول إلى قطاع غزة بدون أن تصبح حتى الآن على الأقل قطاع غزة مقبرة لليهود مثل ما قال بعنجهية عناصر حماس. الجيش الإسرائيلي أثبت أنه قادر على تواجد التوغل والاجتياح البري للعمق في قطاع غزة، وأن معارضة حماس لهذه الخطوة تقريبا حتى الآن نستطيع أن نقول غير ناجحة. وبالفعل المعارك ستستمر. ولماذا؟ لأن إسرائيل بحاجة إلى المزيد من الوقت، التقدم هو بطيء للأسف. للأسف يعني، وهذه المرة بالجدية أقولها، الثمن الخسائر البشرية كبيرة جدا في قطاع غزة. هذا كمان من تخطيط حركة حماس لأن كانت تعرف بالضبط ماذا سيحدث. شكرا سيد يؤاب. سيد وديع عواودة، أهلا بك في هذه التغطية. لعله أسأل أو أبدأ من نفس السؤال، ما الذي تحقق؟ حماس بدأت في 7 أكتوبر الماضي بهذه الحرب، على الأقل من وجهة نظر كثر بضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إسرائيل. إذا سلمنا بذلك، ما الذي حققته حماس أو ما الذي تحقق كل هذه الفترة شهر؟ وهل تتوقع بأن هذه الحرب يمكن أن تنتهي قريبا؟ نعم، بداية يعني ينبغي القول أن ما قامت به حركة حماس في 7 أكتوبر ضد المدنيين الإسرائيليين هو بمثابة جريمة حرب.
والقضية الفلسطينية قضية عادلة، لم يكن هناك يعني من يشكك في ذلك طيلة عقود طويلة، وليست هناك أي حاجة للمساس بالمدنيين الإسرائيليين مهما كان الاحتلال بغيض ومجرم ويرتكم جرائم حرب. هذا ينبغي عليه التأكيد منذ البداية، نبدأ به وننهي به. في المقابل، وأنا لست هنا يعني في سباق مع زميلي وصديقي يؤاف، وأنا يعني أثق بنزاهته، وأنا يعني أتقابل معه في عدد من المقابلات التلفزيونية، ولكن لابد من بعض الملاحظات. أولا، وإجابة على سؤالك، لم يبدأ هذا الصراع المرير في 7 أكتوبر، بعيدا عن تبرير ما ارتكبته حركة حماس كما قلنا، ينبغي أن نؤكد أن هناك احتلال عمره عقود، وكانت الحكومة الإسرائيلية الفاشلة التي تحدث عنها يؤاف قد سبقتها حكومات أخرى ترأسها نتنياهو، حكومات كثيرة قدمت الدعم لحماس على حساب التعاون مع الرئيس عباس، وهو الأكثر اعتدالا في تاريخ الشعب الفلسطيني، مد يده من أجل أن تكون هناك فرصة للتسوية، ولكن وجد نفسه يهان ويتم تجاهله، والآن يريدون الاستعانة به كي يعود إلى قطاع غزة. هذا أمر مبكي ومضحك في ذات الآن. الفلسطينيون وجدوا أنفسهم يعني بعد كثير من المحاولات للتوصل إلى تسوية بالمزيد من الاستيطان، بالمزيد من قدم الأرض، بالمزيد من الانتهاكات، وهذا ما تؤكد أيضا منظمات دولية ومنظمات حقوقية إسرائيلية، لها أول وليس لها آخر، من بتسيلم ويكسرون الصمت وما إلى ذلك. هل كانت حماس قد حققت إنجازا على أرض الواقع في مثل هذا الموضوع؟ أنا أعتقد أن هناك أسئلة فلسطينية مؤجلة حول ما الذي أرادت به حماس من هذه العملية، إلى أي مدى مجدي الكفاح المسلح، لماذا لا يتم إشراك بقية الشعب الفلسطيني وفصائله حينما تقوم حماس بمثل هذا العمل؟ كثير من الأسئلة ينبغي أن نتوقف عندها، ولكن ينبغي أن يعني يقال هنا وفي هذا اليوم 31 إن الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة دفعوا أثمانا باهظة، ليس بسبب أن حماس فقط بادرت لهذه الحرب، وهذا صحيح، لكن إسرائيل كان بإمكانها أن تتحاشى هذا النزيف الكبير. هي تقصف بشكل عشوائي أيضا بموجب تقارير لصحفيين أجانب وليس فقط وزارة الصحة في غزة أو صحفيين فلسطينيين، بموجب الصور، الكاميرا لا تكذب. لكن أيضا سيد وديع، وأنا أبقى معك، سيد يؤاب ذكر بأن ما قامت به حماس وحد جهود لربما حتى ضد القضية التي تطالب بها أو يطالب بها الفلسطينيون منذ سنوات. هل تتفق مع هذا الطرح؟ يؤاف قال وبحق ان يعني هذا الفرج العربي قد وحد صفوف الاسرائيليين الذين انشغلوا في دوامات السجلات الداخليه طيله تقريبا 10 شهور، والان يبدو ان الشارع الاسرائيلي قد استعاد وحدته، وهذا كان يعني بنتيجه هذه العمليه التي قامت بها حركه حماس. هل كان الفلسطينيون معنيين بأن يبقى الإسرائيليون منقسمين على أنفسهم؟ أنا لا أعتقد أن هذا سيخدم القضية الفلسطينية بالمنظور الاستراتيجي البعيد، لأن هذا سيصرف أنظار الإسرائيليين عن المحاولات وإن كانت قليلة لتسوية القضية الفلسطينية. شكرا أستاذ وديع. أذهب إلى السيد لورنس ويلكرسون، أهلا بك معنا سيد ويلكرسون في هذه التغطية، وسؤالي لك، إلى متى يمكن أن يستمر هذا الجدل الذي تحول إلى حرب على الأرض راح ضحيتها آلاف المدنيين من الجانبين؟ تأكيد الجانب الفلسطيني، يعني سكان غزة عانوا الأرقام الأعلى، لكن هذا لا يبرر بأن الجانبين خسروا آلاف من الضحايا. حقا، نعم، الطرفان الآن، دعونا نعود إلى الوراء في التاريخ، ليس لفترة طويلة وإنما لفترة قصيرة. قبل 10 أو 9 أشهر كان يمكن أن أقول لك، وكنت أعلق على هذا في الإعلام هنا، أنه ستكون هناك انتفاضة ثالثة أو شيء من هذا القبيل، لأن بن غفير وشرطة الأمن ونتنياهو بارك الله فيه وأعضاء آخرين كانوا يرتكبون جرائم في الأراضي المحتلة
وفي الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية يطردون الفلسطينيين من بيوتهم وحقولهم ومحاصيلهم، والوضع في غزة لم يكن أفضل بكثير. سموه معسكر اعتقال مفتوح، وربما هذا تقريب يصف الأمر جيدا. في التاريخ لا يجب أن يكون هناك أي مفاجأة أن 7 أكتوبر جاء. بالمناسبة في نفس اليوم غزونا أفغانستان، لا أعتقد أن هذا جاء بالصدفة. وبعد أن قلت هذا كنت أتوقع أن حكومة الوحدة الوطنية في إسرائيل، هذه الجملة بحد ذاتها كان يجب وتحتم عليهم أن يتخلصوا من نتنياهو، لأنه هو والمحيطين به جزء أساسي في المشكلة. كان يجب تنظيف البيت الإسرائيلي وتقديم حكومة أفضل لخوض حرب يسمونها ماذا؟ التخلص من حماس. وأنا كعسكري أقول لكم لن تتخلص إسرائيل من حماس، كما لم نتخلص نحن من القاعدة بعد 11 سبتمبر أو داعش. هذه لا تزال هناك وتعمل، وهذه مجموعات إرهابية لا تزال تقتل الناس، كذلك القاعدة. لقد قلصنا من قوتها، نعم، ولكن المنظمتان لا تزالان موجودتان. لا يمكن التخلص من الإرهاب إلا إذا تخلصت من السبب الذي جعل الإرهاب يشن حملته ضدنا. إذن هذا هو تقديري وتقييمي للموقف حتى الآن. إسرائيل يبدو لي أنه ليس لديها أي استراتيجية عدا التخلص من حماس. سؤالي، ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية؟ كل ما أراه حتى الآن عمليات تخطيط عملياتية، وأرى أن هناك تكتيكات، ولكن لا أرى هدف استراتيجي واضح يعبر عن من الذي سيحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟ أين سيعيش الناس في غزة؟ بالطبع هؤلاء لن يعيشوا في مصر أو في سيناء. وما هي النتيجة النهائية؟ ومتى تتوقف؟ وهنا شيئان أساسيان بدأت أمريكا في التأكيد عليهما، وهي نحتاج إلى وقف العمليات العسكرية على الأقل، وأيضا إرسال معونات إنسانية واستعادة المياه مثلا. سمعنا من غوتيريش الأمين العام بالأمس أنه كان هناك 500 شاحنة تعبر يوميا إلى غزة وتحمل مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين. هذا يعطيك فكرة عن أن غزة كانت معسكر اعتقال. ثم في آخر أسبوعين 400 شاحنة في أسبوعين، كانوا يحصلون على 500 شاحنة في اليوم. هذا يعطيك فكرة عن بؤس المساعدات التي تصل. سيد ويلكرسون، دعني أقاطعك هنا وأعذرني للمقاطعة، أريد أن أستفيد من وجودك معنا في هذا النقاش. واحدة من النقاط التي تؤكد عليها الولايات المتحدة وأنت ذكرتها هي أن يكون هناك نوع من الهدن الإنسانية، وهذه الهدى الإنسانية تتركز تحديدا من أجل إدخال المعونات ومحاولة إخراج من تبقى من مزدوجي الجنسية ومن المدنيين الجرحى إلى عبر معبر رفح. لكن هنا سؤالي، إلى الآن هذه الأرقام كما ذكرت لا زالت قليلة، لا ليس لدينا هدى مؤقتة إنسانيا، والجانب الإسرائيلي إلى الآن لم يوافق تماما على هذا المطلب. إلى أي مدى هناك دعم أمريكي طبعا بالتسليح وأيضا دعم دبلوماسي وسياسي، إلى أي مدى تعتقد بأن هذا الدعم سيبقى دعما غير مشروط، والدعم الأمريكي أقصد، وهل يمكن أن يتغير هذا الدعم إذا استمر الحال على ما هو عليه؟ كنت على وشك أن أقول أن السيناتور ساندرز قال طالما أنكم تأخذون المال منا فيجب أن تستمعوا إلينا. لسنوات طويلة كانوا يحصلون على 3 مليارات، هذا معناه حوالي 7,000 دولار لكل مواطن في إسرائيل. هذه أموال كثيرة، إذا لم تعيرونا انتباها فعلينا أن نفكر في تغيير علاقتنا مع إسرائيل. أعتقد أنهم ينتبهون لما نقول الآن، وبدأوا في عمل أشياء ويتحدثون
في مجلس الوزراء الحربي يتحدثون مع بلينكن وآخرين بشأن كيف يمكن أن يعملوا أشياء معينة، إحداها مثلا الحديث عن 240 رهينة، كيف سنخرجهم ونخرجهم أحياء. حماس قالت بالفعل، دعني أرى، خمسهم قتلوا طبقا لحماس نتيجة للقصف الإسرائيلي. إذا كان هذا صحيحا أو نصف صحيح، فمعنى أننا فشلنا من ناحية الرهائن. لهذا السبب الهدن الإنسانية مفيدة للتفاوض وإخراج الرهائن، وهذا يمكن عمله بسرعة كما فعلنا في الماضي وكما فعلت إسرائيل. كانت مستعدة أن تعطي ما يجب من ناحية عدد المساجين الذين تطلق سراحهم مقابل الرهائن. إذا كنا نهتم بالرهائن دعونا نستعيدهم.